أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بوضع اليد اليمنى على اليسرى، ومنها أن المصلي بعد الركوع اختلفوا فيه هل يضع اليد اليمنى على اليسرى أم يرسلها، وما هو الراجح في المسألة عندك؟ الصحيح الإرسال، عليه الجمهور، والدليل على ذلك أنه لم يرد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، فالأصل إرسالها، فمن ادعى الوضع فعليه بالدليل الصريح، وعلى هذا جمهور العلماء. وأما من استدل بوضع اليمنى على اليسرى ببعض العمومات فليس فيها عموم يعتمد عليه، فالعموم إذا كان قائما في الصلاة في حديث وائل بن حجر قد تبين بالرواية المفصلة عن وائل بن حجر نفسه أنه ذكر الوضع في حال القيام قبل الركوع، فالرواية الطويلة المفصلة في صفة النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مبينة، وحديث حتى يعود كل فقار إلى مكانه. ما هو الجواب عن استدلالهم بهذا الحديث؟ من سيجيب؟ عندك قاسم؟ كل فقار إلى مكانه قبل الصلاة، هذا ما هو واضح. ما معنى الفقار أولا؟ ما معنى الفقار عندك؟ فقرات الظهر التي على العمود، ما معنى عودها إلى مكانها؟ ده عبد الباري، أن يكون قائما معنى أن ينتصب يتم القيام، ومعنى أن يقيم صلبه بعد الركوع وبعد الركوع في هذا الحديث، والمقصود أنه يتم قيامه ويطمئن ولا يقوم هكذا وينقرها نقرا ولا يتم القيام، ويدل عليه الرواية الأخرى حتى تطمئن ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، وهي أيضا وهو المراد بقوله حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. ولم يستدل أحد من السلف بهذه الروايات على وضع اليمنى على اليسرى. وضع اليمنى على اليسرى ما كيفيته؟ نعم، يضع يده اليمنى على الرسغ والساعد، على الكف والرسغ والساعد، إما بالقبض أو بالبسط، يجوز البسط ويجوز القبض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وفي رواية لابن حبان والدارقطني: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. في التعليق أخرجها الدارقطني بإسناد صحيح، وأما رواية ابن حبان فأخرجها من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، ولم يخرجها عن عبادة. وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد حسن، وفي الإسناد محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره، وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أن المأموم أيضا يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة الجهرية. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: حكم القراءة بفاتحة الكتاب. ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن قراءتها ركن من أركان الصلاة وواجب من واجباتها، واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة المذكورين في الباب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجزئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان، وهو رواية عن أحمد خلاف المشهور عنه، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ويجاب عنه بأنه قد جاء في بعض ألفاظه: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. وأما الآية فهي مجملة مبينة بالأدلة المتقدمة والله أعلم، وقول الجمهور هو الصواب. ما هو قول الجمهور؟ أن قراءة الفتح ركن من أركان الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، وسيأتي الخلاف في المأموم. والمقصود أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، والركن لا تصح الصلاة إلا به. ما الفرق بين الركن والشرط؟ عندك محمد؟ الركن داخل العبادة داخل الصلاة، والشرط قبل الصلاة، والشرط قبل العبادة. فركن الشيء جزء من ماهيته وشرطه خارج عنه. وقد يطلق على الشروط أركان باعتبار أنها لا تصح إلا بها. نعم، قد يطلق على الأركان شروط، العكس، قد يطلق على الأركان شروط باعتبار أنها لا تصح إلا بها. يقال لك: من شروط الصلاة أن تقرأ الفاتحة. يعني هذا إطلاق لبعض أهل العلم، والأشهر أن يقال فيها أركان، وهذا مراعاة للمعنى اللغوي أنها لا تصح الصلاة إلا بكذا. مسألة ثانية: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ ذهب الجمهور إلى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، واستدلوا بحديث المسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وذهب النخعي والثوري وأبو حنيفة إلى أنها لا تجب إلا في الركعتين الأوليين، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. اعتمدوا على هذا الأثر وهو تالف في إسناده الحارث الأعور وقد كذب. وهو قول أحمد في رواية عنه خلاف المشهور من مذهبه. ما هذا الذي روي عن أحمد في رواية خلاف المشهور من مذهبه؟ عندك فرد أنه في الركعتين الأخرين يجزئ التسبيح، هذا قول ضعيف ذهب إليه الحنفية، وهو قول ليس عليه دليل. وعن الحسن أنه إن قرأ في ركعة أجزاء، لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وعن مالك: إن قرأ في ثلاث ركعات أجزاء، لأنها في معظم الصلاة. وفي المسألة أقوال أخرى، والصواب قول الجمهور. المسألة الثالثة: قراءة المأموم للفاتحة.
في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أن لا يقرأ المأموم شيئا سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو الجهرية، لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا حديث ضعيف في الحاشية، أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله في إسناد جابر بن يزيد الجعفي وهو شديد الضعف إلى آخره. وهذا القول حكاه ابن المنذر عن الثوري وابن عيينة وجماعة من أصحاب الكوفة، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الثاني أن المأموم يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. وهذا القول حكاه ابن المنذر عن الزهري ومالك وأحمد وإسحاق. القول الثالث أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية وبالفاتحة في الصلاة الجهرية. لماذا قيدنا الفاتحة فقط في الصلاة الجهرية؟ عندك؟ نعم؟ يعني بقي شيء آخر عندك؟ لأنه وجب على الإنصات في، ولم يستثنى له إلا صلاة، إلا قراءة الفاتحة. أين النص في هذا الاستثناء؟ ذاك صلاة، هذا حديث الباب الذي تقدم معنا: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حفظ الأدلة هو فقه، فقه في الدين. انظروا الآن وصلنا إلى الحديث رقم كم؟ 270. ما شاء الله، من حفظ هذه الأدلة كان تيسيرا له لأن يكون متفقها في دين الله جل وعلا. فنوصي طلاب العلم بحفظ هذه الأدلة مع دراستنا لهذا الكتاب، بل سابقنا في حفظه، سابقنا بحفظه، فلتكن مسارعا بحفظه، ما نأتي على الأحاديث إلا وقد حفظتها، فهذا يجعلك أيضا تتقن دراسة الفقه. ما شاء الله، من أتقن هذه الأحاديث حفظا وفهم المسائل التي ندرسها فتح الله عليه شيئا عظيما في الفقه في الدين. قال القول الثالث أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية وبالفاتحة في الصلاة الجهرية لعموم أحاديث الباب. وحكى ابن المنذر هذا القول عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور وأصحاب الشافعي وهو مذهب البخاري. قال وعبد الله غفر الله له: هذا القول الأخير هو الصواب لدلالة أحاديث الباب عليه. أما دليل القول الأول فهو ضعيف، جاء من طريق جابر الجعفي وكذاب، ومن طريق أخرى مرسلة. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: جاء هذا الحديث من طرق لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أدلة القول الثاني فهي عامة، وأدلتنا خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص. وقد رجح القول الثالث شيخنا مقبل الوادعي والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.